مليونيرات والكلام ده، معانا جزء من الأغنية؟ معانا؟ يلا سمعني يا باشا. يلا. حلو يا جماعة. ما بتكلمش الكلام ده على رجل أعمال شهير، اللي شبهنا بياخد الواجب بتاعه ويتحط فوق دماغنا. هي دي الناس اللي أنا شايفها ولاد بلد عموما. طب لما دخل كمان المستشفى والوقت اللي فات بيحب يبقى معايا، كان موجود معاه برضه مع ولاده ربنا يخليهم له، ولكن يمكن من قربه كمان من المستشفى وكده وهو بيحبه قوي. تخيلوا عمل له أغنية إن هو كان جنبه دايما في العلاج، عمل أغنية كده، عمل أغنية كده، رد عن مش عبان لشخص مش مشهور، مش مليونير، مش كذا كذا، وعمل له أغنية يشكره بيها إنه كان واقف جنبه في المستشفى. الفنانين ما راحش غير أحمد عدوية، الفنانين بقى اللي معاهم سواقين وعربيات والكلام اللي بالك فيه ده. عايز أسمع الأغنية التانية دي لعم إيهاب بعد إذنك بتاعت المستشفى، عشان أقول لكم دايماً عم شعبان لازم يرد الواجب. يلا. الوسط مش كله حاجات وحشة، ولكن ولاد البلد بس، ومن الآخر ما بتهونش اللي على الغلبان. أولاً معانا عم شعبان عبد الرحيم اللي بقول له ألف سلامة حبيبي. عم شعبان صباح الفل يا أستاذ، أنت وحشني وألف سلامة عليك يا حبيب قلبي. كل سنة وأنت طيب، الله يخليك. شكلي كان وحش قوي أما لقيت الفيديو، كنت مشغول عنك شوية، فوجئت إن أنت عملت فيديو قلت فيه يعني الناس ما سألتش عليا المرة دي، وغير عم أحمد عدوية. عم أحمد ده بطل والله. أه. أما يكون عم أحمد ده راجل كبير كده وهو أساسا تعبان يعني. أه. ويجي لي الساعة 3 بالليل. ويقعد يدوحر لحد ما يخش لي. ويقعد معايا من الساعة 3 لحد الساعة 6 الصبح. أه. وده راجل تعبان. أقول لك حاجة يعني عم شعبان؟ هزقتنا بالأدب وعلمت علينا. معلش ما جراش حاجه، هو ده بقى خليه على الله. انت تستاهل. بص انا بقالي نص ساعه عمال اتكلم عليك وافضلك عليا شخصيا عشان انا متضايق وما كناش عارفين نوصل لك، يعني جبناك من جوه الاستوديو دلوقتي. لا تحت امرك والله، سبت الاستوديو كمان. طيب انت ما بينفعش حد يعمل معاك واجب الا لما ايه، اعمل لي مصلحه اعمل لك مصلحه، تجيب لي مره ساعه اجيب لك مروحه. انت علمتنا كده من واحنا صغيرين. طبعا حد بيحبك قوي. انا بقالي كده يومين ببحث في الموضوع ده، وربنا حبب فيك ناس كتير قوي، واكتشفت انه من المقربين منك، وان انت بتقول ان هو ابن اختي. بتكلم على ايهاب طبعا، اخونا وحبيبنا الترشاجي. لكن المفاجاه بالنسبه لي انك دخلت استوديو وعملت له اغنيتين، عملت له اغنيه عم شعبان عن وصف شغله، وعملت له اغنيه بتشكره فيها على جهاز التنفس او حاجه كده، زي حاجه زي كده. اتفضل يا عم شعبان. كان معايا في المستشفى وبقيت معايا مرافق المستشفى، قعد معايا جي شهر في المستشفى اللي في امبابه دي بتاع الصدر. قعد معاك شهر مرافق؟ ما يروحش. اه. يعني العيال عيالي تيجي وتمشي وتروح وهو نايم مش عايز يروح، اقول له قوم روح يقول لي لا. ما رضاش يروح. اه. قاعد معايا وينزل يجيب حاجات على حسابه، وقعد يجيب مواد ساعة على حسابه. عم شعبان انت ما بتطلب منك اغنيه واقول لك فلان عايز اغنيه او اعلان او غيره، انت بارقام كبيره قوي اهتمامك انك تدخل جوه الاستوديو وتعمل له اغنيه. ما المسافه بتاع الاغنيه بتتعمل اعلان، واعلان غامض بفلوس وفلوس غاليه. ما انا عارف. هو مش خساره فيه ان هو لو حتى ياخد فلوس وياخد الاغنيه. انت عارف عم شعبان بيتهموني دايما بجيب الحاجات السلبيه، بس الموضوع ده انا خدته من ناحيه ان لسه في خير شويه، والخير اللي انت بتبادر بيه الاول يا عم شعبان واللي انت بتعلمه لنا هو اللي بيترد اكيد ليك في اي وقت. انا متهيألي ما فيش الحاجات دي دلوقتي يا عم احمد الله. انا مش بقول لك على نفسي، بس متهيألي الحاجات دي مش موجوده دلوقتي. ما بقتش موجوده او نادره. انا اما لقيتها قلت لازم ابرزها الحقيقه. عم شعبان عم شعبان مش عايز اكذب عليك. مش عايز اكذب عليك يا عم احمد، واتكلم على نفسي شويه. اقول لك انا ماليش قطعه غير في مصر.
انا قلت ده قبل ما انت تدخل، انا قلت لهم الحلقه دي بهتها من اولها عشان انت كنت في الاستوديو. انا اتكلمت عم شعبان عليك كتير قوي، وانت فعلا مالكش قطع غيار. انا ما شفتش زيك عم شعبان في الوسط ده ولا بره الوسط بصراحه. طيب هو ايهاب معانا دلوقتي لان زمانه يعني شرق وزور وحاجات كتير قوي، هدخله معانا في التليفون. عم شعبان، عم ايهاب، يا عم ايهاب، الو. نعم باين. لا هيخش معانا دلوقتي. معانا يا جماعه عم ايهاب على التليفون؟ الخط فصل. ده تلاقيت خط من الناس اللي بيتكلموا يا عم شعبان. اه والله العظيم، ما انت عارف. معلش انا بقى يعني في ناس بتقول لي انت بتأفور في حاجات انا مش شايفها من الاخر غير ولاد البلد والناس الطبيعيه اللي بيطلع منهم الخير، كل اللي عايشين في الدور ومكمرين الارانب على جنب كده يا عم شعبان، مش شايفهم بتهون عليهم. انا اعرف فنانين اللي بتنفع. ايه؟ مفيش حاجه بتنفع يا عم احمد دلوقتي. طيب هو دخل معانا اهو، دخل معانا عم شعبان. يا عم ايهاب، الو. ايه يا عم ايهاب ازيك؟ ما شرقتش؟ السلام عليكم. ما شرقتش؟ احنا عمالين نقطع فيك من الصبح يا عم ايهاب. والله التليفون يا استاذ احمد ما اكذبش عليك كان فاصل مني، ويا دوبك جيت جري احطه على الشاحن وبمسي على حضرتك وبمسي على عم شعبان. ابويا، ابويا الروحي. انت نموذج، انت نموذج في الوسط. عم شعبان عبد الرحيم دوت من وانا عندي 15 سنه خيره عليا. يا عم ايهاب، يا عم ايهاب، انا ليه بتكلم في الموضوع ده؟ لما عم شعبان يقول لي الراجل ده قعد معايا شهر ما كانش بيروح وانا في المستشفى، وفي نفس الوقت يعمل لك اغنيتين باسمك، فلازم كنت تنور الموضوع ده. من غير اغاني ومن غير حاجه، انا اما عم شعبان عبد الرحيم يذكر اسمي يبقى العالم كله يعرفني. ده لو ذكر اسمي شعبان عبد الرحيم مش حاجه قليله. ده لو مشي في قلب مزرعه فراخ، الفراخ هتقول شعبان عبد الرحيم اهو. الفراخ حرفيا مفيش حد ما يعرفوش في مصر. مفيش حد ما يعرفوش في حته بصراحه. ولما ياكل ترشي من ترشي العالمين، لما ياكل ترشي من ترشاج العالمين، ها الحاج كمال زينهم، واخد بالك؟ دي حاجه ثانيه. لما ياكل من عندنا ترشي دي بالدنيا. صح ولا غلط؟ بتاكل ترشي من عنده عم شعبان؟ والله ده انا بشرب مات المخلل من عنده. لا والله. مات المخلل دي برضه بركه. بقول لك ايه، طالما ايهاب في كل الحاجات الحلوه دي، ما تقول لي ايه اللي مزعلك منه؟ ايهاب؟ انا زعلان عليه، هو بيشرب سجاير وهو تعبان، وبعدين عامل دعامه في قلبه ومش عايز يبطل السجاير. طب ما انت بتشرب سجاير كل شويه ترجع تتعب تاني يا عم شعبان، ما تنصح نفسك. خلاص مش هشرب سجاير تاني عم شعبان، لو شفتك بتشرب سجاير ازعل منك بجد. والله العظيم ما هشرب سجاير يا عم احمد، ده انا تعبت قوي يعني النوبيه دي قوي. انا سمعت، والله انا اتفاجئت بكل الكلام ده لما حكالي عم شعبان. عايزك تقول رساله كده. انا اليومين دول شويه عمال اتامل في ناس، ياما ياما الواحد يعني وقف جنب ناس وغيره بتفرج عليهم، واحد مش عايزهم في حاجه بصراحه، بس بتامل كده ان بقوا وحشين قوي. بتامل ان الخير اللي كانوا بيعملوه هم ما معاهمش بطلوه دلوقتي عشان يربطوا ودايع في البنك بارقام معينه. تنصح الناس دي بايه وانت عملت كل حاجه عم شعبان؟ يعني محدش هيوصل لشهرتك، محدش هيوصل لاجرك، محدش هيوصل لانك لفيت العالم، محدش هيوصل لحاجات كتير قوي دي سي ان ان تعمل عنك برنامج. عم احمد تنفخ في قربه مقطوعه وما عادش يسمع الكلام، وياما نصحناهم واتكلمنا، وياما مسكنا الواحد بالودن نقول له خلي بالك التواضع لله، اوعى ترفع مناخيرك، اوعى ما تتصورش مع الناس والعيال والناس كلها اللي اتكلمت كلمه كويس. يعني اللي انا عمال هاتي فيه ده، يعني انا اللي عمال هاتي فيه ده مفيش فايده يا عم شعبان؟ لسه قال محمود الليثي من 100 اسبوع خلي بالك يا محمود التواضع لله، اوعى تنسى التواضع لله، اوعى تنسى يا محمود الكبرياء وحش. بدأ لسه قايل له من 100 اسبوع بالظبط. طب انا بما يرضي الله ومحمود من اعز اصدقائي، انا كل الشكاوي من اللي مقربين منه خلي بالك بدات تجيلي من ان هو اتغير فعلا محمود. انا ما حسيتهاش بس بدات ناس تشتكيلي، وانا الامانه تقتضي وان احنا بنتكلم دلوقتي لان محمود طيب وجدع،
معرفش ده عشان مشغول بدأ يعمل كده ولا ايه، بس هو محمود حبيبي بيحبني يحترمني وحبيبي وانا بحبه زي عيل من عيالي. بس انا بقول لك انا كنت موصيه من يومين اسبوعين كده، يا محمود خلي بالك الكبرياء والتواضع لله، خلي بالك، وبقيت اقول له واكد له كذا مره. ربنا يهدينا جميعا ويبقى فيه الخير. عم شعبان عايزين نروح، بيقول لك في قاعده في الوراق كده على النيل جامده قوي عند عم ايهاب هناك. عم ايهاب نروح امرني. هنقعد امتى في الوراق؟ عم شعبان يامر اي وقت، ما هو الراجل معايا على طول، والوراق خلاص يعني هو دي بقت منطقته الثانيه وبيديها. طب انا مش مكلف، خلي بالك انا حاجه. لا لا انا لا. انا راجل باخد رشوه من زمان، قهوه مظبوط وحجر شيشه معسل. انت استاذ احمد انت الرشوه بتاعتك معروفه، حجر معسل وكوبايه قهوه مظبوط. حبيبي يا عم ايهاب واخد بالك انت. عم شعبان طبعا على طول عندنا في الوراق، وعلى طول عندنا في المحل، عندنا في القصر العيني، وده بقى راجل مش غريب عننا. واللي اقدر اقوله لك ان عم شعبان راجل بلدي قوي وبيفطر فول وطعميه زي حالتنا. هو اللي علمنا حاجات كتير حلوه. واحنا كنا قاعدين في المستشفى ما كناش بنفطر انا وهو كل يوم الساعه 6 الصبح الا فول وطعميه. انا وهو واخد بالك، فهو منطقته الثانيه دي، فخلاص هو من نفسه خلاص عارفها وبيجي من نفسه. واحنا داخلين على واحنا داخلين على الشهر الكريم، عايز اقول ان الروابط دي والاخلاقيات الراقية احنا مترابطين طول العمر مش في رمضان بس. لا انا بتكلم ان انا كاعلام حبيت قوي انور الكلام ده قبل ما ادخل في بلاوي تانية، قد ايه ان الناس تستغل الشهر ده بانكم تدوروا على الانسانية اللي جواكم بينكم وبين بعض شوية. طبعا وما كانش احسن من عم شعبان ابويا وحبيبي واللي خيره عليا طول عمره، وعم ايهاب اللي اتشرفت بيه الترشاجي. بشكركم نورتوني وكل سنه وانتم طيبين. عايزين نسمع حاجه من عم شعبان بتقول وتعيد لي مني عبد المطلب قبل ما تقفل. طب يلا يا ريت، بس هو يرضى. في الاستوديو والله يا في الاستوديو؟ والله جوه الاستوديو والله العظيم. يلا حبيبي قلبي مش عايز اتعبك. ماشي عشان ارد عليك. ماشي يا عم شعبان. عم شعبان عايزين نفطر مع بعض ان شاء الله. عم شعبان ان شاء الله حبيبي ان شاء الله. حبيب قلبي اتفضلوا. بقول الكلام ده لان انا عندي حاجات بتجنني. بقول الكلام ده لان ما بتهونش الا على الغلبان، صدقوني والله في حاله بتحصل غريبه كده. لازم واحنا ماشيين في حلقتنا نشوف ونطمن كمان الفنان عصام كاريكا. يا جماعه بقى له مده، ويمكن من حلقتنا اللي كان موجود معانا فيها، عنده مشكله في الاحبال الصوتيه. برضه عصام كاريكا من الشخصيات الجدع جدا، وبنحاول نتصل بيه. هو سافر دبي من يومين ثلاثة عشان يعمل العملية الجراحية في الأحبال الصوتية. ألف سلامة عليك يا عصام، وحاولنا نكلمك كتير بس أنت مش بترد، ويا رب الموضوع يعدي إن شاء الله على خير. وكان عامل له قلق جدا، ولو رجعتوا على اليوتيوب هتعرفوا حتى المقابلة اللي كان معانا على الهوا هنا في البرنامج كان صوته تعبان بقاله مدة، عنده مشكلة في الأحبال الصوتية. ألف سلامة عليك عصام كاريكا. شريف رمزي وريهام أيمن يحتفلان بعيد ميلاد بنتهم